جوز الهندي دي مضروبه وطلعوا بيضحكوا علينا قالوا له عشان انت ما طلعتيش فكهانيه محترفه. انا فصل انت فكهانيه تعبانه. انا قمت بدور الفصال. دور الفصال احنا الافوكادو كده كده ده فاكهه ده طبيعي، لكن طبعا الاصعب بقى من الافوكادو حاجه تانية. ايه اقول لكم ايه؟ الافوكادو هنقدر ناكله، جوز الهند دي مضروبه، الراجل ملزق لنا البتاعه ديت لان دي كده ملزقه، بصي مقطعه من حته تانية. حياه ربنا خرمش ده خرمش نيور جرع او بحاجه تقباه حاجه فيها ثقب. ده بقى الغش التجاري بيشتغلوا واحد ليه كوبايات اربع كوبايات خارمين خرم في جوزة الهند وحاطين مكانها اللبابة من جزء من موز عشان ما يتشافش. واحنا بقى ايه المطلوب ان احنا عايزين بقى ايه نشرب بقى السائل السحري بتاع جوز الهند، وطبعا حبينا نشربه وانا عارف هيطلع ايه من دلوقتي، بس احنا برضو هنجرب مع بعض. اذا ما يطلع من حقه ايه ده يعني هو شيء سيء مضروب بطريقة احترافية والمطلوب مننا ان احنا نصدق ان ده السائل اللي جوه جوز الهند. هما ما يعرفوش برضو ان احنا يعني كلناه، او هما دول ده شكل من اشكال النصب التجاري. ده اشكال بقى مش نصب تجاري، ده نصب ايه ده؟ بس ده انا نصب فتحت جوز الهند قبل كده كان ميته نفس اللون. وانت اللي فاتحاه بيك؟ هو ما فيهوش اي خرم. طب دي مخرومه ليه؟ ما مجهزينها لك عشان خاطر تشوفها. مجهزينها لي؟ هو انا لو جهزوها كل شويه حطيتها في شنطه تتقلب تفضل على ماجي، دي مقفوله بالباب موز. خلصت اللي فيها طيب اوكي ماشي، احنا هنعتبر ان ده اللي جواها. ممكن تقول لنا ايه رايك؟ طيب احنا مضطرين ان احنا نصفيها عشان على الاقل الشوايب اللي فيها دي تخرج. احنا خربنا الدنيا وحياه ربنا نصب. انا حاسس رهان من كام لكام يا جدعان؟ ولا الرهان حرام؟ ايوه طب الرهان حرام. طب اقول لكم بقى، لو طلع ده فعلا السائل بتاع جوز الهند طالع مني اكبر شوكولاتاية اعرف اجيبها في المنطقة اللي احنا فيها دي. خلاص هات سكينة بقى، خلينا نقطعها. هات سكينة كبيرة. لا عندك في مصفة تانية احلى منها يا سمسم، الزغننة المعدن الصغيرة هتلاقيها متعلقة في المطبقية. يبقى الخرم ده ما اتفتحش صدفة، ده انا مش عارف افتحه بالسكينة. لا لا هو مش صدفة، لا دي قصة. احنا مضحوك علينا يا امي، بقولك مقفول بالباب موز. لقد ضحكوا علينا في جوز الهند. باب موز هو. ايوه جوز الهند ملوش علاقه اللي هم حاطينها دي. اهو ادينا صفينا كوبايه. اتفضلي يا ماما. يا رب. الريحه هي؟ طب الريحه هي طعم؟ باع باع. اديني 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 اديني. ها ايه مالك؟ استنى هبقى تشرب تفيه. وحش تفيه. ماما عملناها فار تجارب النهارده يا ولاد. تفيه تفيه. ايوه ما تشربي. ها ما انت داخله بقلب جامد قوي وتقولي هي